شهر ونص. يلا وعدنا. تطور الهواتف الذكية تطورت معاه تقنية الربط اللاسلكي، وبالتالي ما نصورش كان في 2022 ما زلنا نلوجوا على تقنيات صوتية بالكابل، لأنه تهرينا هاو كابل تهلك، هاو كابل ضع، هاو كابل مخبل، وجو ذاك كل، وبالتالي ولا عنا احتياج لتقنية صوتية لاسلكية. اليوم مشينا الكارفور باش نشوفوا مع بعضنا مختلف تقنية الصوت الموجودة، بار دو سون، سبيكرز، إيكوتور والكاسك. يلا مشاهدة طيبة للجميع، وفي آخر فيديو فما مفاجأة من عند كارفور بمناسبة كأس أفريقيا للأمم. قلنا نبداو باللي بار دو سون. باه تعطيني لاسون تاع لي بار دو سون هنا في كارفور. تخي بيان. باه لي بار دو سون يجي معايا. بون أنت شنو لوزاج واش معناها شنو الاستعمال نتاعك للبار دو سون؟ ديزون أنو واحد عنده تلفزة صغيرة مثلا. باه. تلفزة صغيرة يعني نحكيو على 30 40 بوش يبدا فيها الصون تاعها ياسر ليميتي. دونك قداش بيدجي؟ تخي بيان. باهي حنوريك لي موديل اللي عندنا لي بار دو سون. عندنا لا مارك ميوز افيك اون بويسونس دو 50 واط، هذا بلوتوث تنجم تكونكتي بالبلوتوث، معناها تنجم من تليفونك ولا من التيلي ديريكتومون ولا واحد. عندنا هذا الميوز ب 169 دينار. نطلعوا شويه عندنا الفيجا بار دو سون زاد كاليتي سون باهي، فوالا فوالا 199 دينار. طلعنا شويه فوالا سي ستاندار هكا كاري واحد فيكساسيون تحت التيلي ها ميرال زاده واحد. نطلعوا شويه عندنا 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 تي سي ال بون ان بيدجي دو 700 685 دينار فوالا سي بوفر دولبي اوديو تري بيان بلوتوث بلوتوث زاده طلع شويه 5.0 بلوتوث تاعو يكونكتي معناها رابيد في اسباس صغير يعطيك كاليتي صون ويعطيك بويسونس واط 240 واط. عندنا الاس بي 160 هذايا. سا سي ان لوكس، اذا انت عندك الامكانيه باش تشري حاجه دو لوكس. فوالا. تاخذ حاجه من جبيل. جبيل سومو زاد 1,119,000، لي زيكوتور روزون باسمون سور 3 برودوي. عندنا تحت ال 100 دينار. عندنا تحت ال 200 دينار. ولا باش نطلعوا في الصون بالكدا. très bien voilà 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 تولي ونحكيو على الكاليتي. حاجه تريكومونديه لي تحت 100 دينار عندنا انفينيكس 77 دينار 900 فوالا موش كبير برشا في الديزاين بالجوليه. العاده نقول ما تنقص ديزاين الطياره في السومه دي فوالا كاليتي صون زاد بون هذوما ديدي اكثر لي سبورتيف فيكساسيون حتى نتاع لي بوشون الفيكساسيون نتاعهم ستاندار تلقى ديجا في البوكس تلقى دي لي كاتر معناتها على حسب القياس بلاستيك فوالا لي فونتوز فوالا لي فونتوز ريزيست الو العرق واحد كل شيء معناها فيكساسيون فو سي بول سي اذا انت تترين وكل شيء ما ينفعش الكاتيجوري اللي كنا نحكي فيها. شنو الحاجه اللي تخليني نشري ايكوتور فوق ال 300 دينار؟ نحي لك ال البروي اللي اونتوري بيك الكل معناها كي تبدا تسمع ولا تتكلم ينحي لك اونتي بروي معناها يخلي لك صون ديريكتومون تسمع كان فوالا في لي كاسك سون فيل فما اون مارك هوكو يعني لازم تطلب ديزاين طياره فوالا 100 دينار 99 دينار يعني هذه ارخص حاجه بنشوف نستخدمها حاطين عليها 6 سوايع ميوزك تايم معناتها هذه تيوري كمان انت باش تحصل على 4 سوايع وبعد تشجيها يعني اذا تحب حاجه تحت 100 دينار بلوتوث عندك الهود فوالا نطلع شويه تحت ال 200 دينار في ال 200 دينار هذوما لو سوا اللي انا نشوفه ايديال ايديال يعني برجوليه تحت السومه هذه ما تلقى حاجه باهيه جي بي ال استخدم لك كاسكا معناتها كديزاين جونيس وكل شيء عندك برشا سوا في الالوان نتاع لي كولور موجودين فاهم كات كولور نطلع شويه في الواحد سون فيل بلوتوث لاحظتني عندكم برشا سوا في جي بي ال وي وكاسكا كيما هذيا فيها النويز كانسليشن اللي هي الموديل 660 هنا اذا انت في بلاصه فيها برشا حس في كل شيء وي كاسكا تتمتع بموسيقى ما تتكلمش عندك حاجه من هذيك تعداو لي سبيكر تبع السبيكر هنا باش نختاروا حسب السوم انا زاد حسب الكبر تري بيان كبر معين بويسونس بي 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 في جي بي ال عندنا الجو 3 ب 149 دينار رابور كاليتي بري هذايا اونيتمون سي با بور ان اسباس كبير نتاع هكا في اوزاج في الدار ميزون في فواتور تنجم تعلقو اكروش
تهزو معاك سي بري ابورتي كلي فاسيلمون فوالا تهزو معاك 500 نمشيو نمشيو للفليب الفليب 5 كاليتي دو صون بالطبيعة اقوى برشا فوالا فوالا هذا اي بي فوالا في بي تعطيك 100 زيد كاليتي 100 طياره برشا حتى يتبل بالماء يخدم مادام نحكيوا على 100 لي بافل ها وكنا في ليكوتوريت عندنا لي دوت سي تان سبيكر افيك دي زيكوتور سان فيل سبيكر ريشارجابل يتشارج كاليتي 100 زيد تعرفونا برشا في دي زيكوتور دي بوتس صغار سان فيل هما تكونكتيهم بالتليفون بلوتوث بلوتوث نتاعو زاد 5.0 تكونكتيهم وهما لي زيكوتور الصغار تحطهم في الـ في الـ في السبيكر هما اللي يخرجوا صون من التليفون نتاعك معناتها نجم انا كنت نسمع نحط هكاك فوالا وتنجم تحط اذن معناها تستعمل لوغي دروات ولا غوش هاي تخي بيان تنجم كابتيهم الزور لا حتى واحده برك معناها انا نحط واحده غادي نسمع والاخرى في وذني زاد نسمع به يخدم لي دو ليفت تو رايت لي دو طياره على الاخرى السوربريز هي برد سون تي سي ال قيمته 685 دينار هذه السوربريز ان شاء الله شربوها فوالا كوب دافريك ليكيب ناسيونال فوالا اذا تحب تربح البرد سون عليك كان تشترك في قناه كارفور تونيزي وتخلي كومنتير في اخت الفيديو هذيا تشجع النسور نربح مع كارفور وتوا خلينا نلخصوا الفيديو بالنسبة للبردوسون فإنها أكسسوار نزيدوها للتلفزة وقت اللي البافلوات تاع تلفزتنا تكون ضعيفة ولا في إسباس كبير شوية فأربعين ولا خمسين وات راهم كافين في صالون عادي صالون متوسط زيدا يزنكم تعرفوا أنه يعني ميزانيتك لشراء بردوسون تكون بروبورسيونيل للتلفزة نتاعك إذا تلفزتك كبيرة إذا تلفزتك بجودة عالية أكيد أنها في إسباس أكبر فبالتالي تستحق حاجة فيها واتاج أقوى وتكون بجودة عالية متماثلة مع تلفزتك إذا تلفزتك أقل من 40 إنش تاخذ بردوسون صغرون فقط لأنه التلفز الصغار فيهم بافلويت صغار البلوتوث سبيكر حاجة أخرى نحكيو على بافل رشارجاب اللي تكونكتا بالبلوتوث وتهزو معاك وين تحب الموديلات الصغار يتحطوا في الجيب تحط في كرتابتك تهزها معاك زادة وين تحب ومستحسن انك تستعملها باش تشارك صحابك موسيقى مثلا في كومبين ولا حاجه كيما كيك السبيكرز بلوتوث اللي اكبر شويه ننصح بهم في بيت ولا في مناسبات خاصه في عيد ميلاد مثلا اختيارك للسماعات لاسلكيه ترويلس مربوط باستعمالك اليومي فاذا انت مثلا سبورتيف من المستحسن تاخذ سماعات بالفونتوز مقاومين للماء باش كي ترينا وتعرك ما يتمسخوش ما يتبلوش وما يفسدوش إذا أنت إنسان تخدم ولا تتحرك برشا وديما قريب من الضوضاء فما برشا حس فما دي ترافو بجنبك ولا تطلع في طيارة من المستحسن أنك تشري سماعة فيها noise cancellation باش هكا تعمل لك عزل الصوت وتعطيك تجربة جيدة إذا أنت مستخدم عادي فأنك تنجم تاخذ سماعات متاع أقل من 100 دينار ما عندكش حتى مشكلة إذا باش تخمم في موضوع الجودة فإنه يعني السماعات الجديدة جودتها مقبولة إذا أنت أوديوفايل بالطبيعة يزمك تشري حاجات أغلى بالنسبة للباتري فإنهم الكلهم يعطيوك معدل استعمال متاع ساعة ونص للمرة الواحدة وبعد تحطهم حكاية نصيف ساعة تشحنهم في البوكس البوكس اللي معدل يشحنك 5-6 مرات وقت اللي يشتريو كاسكا وقت اللي نحب نتفاداني كل شوية نشحن السماعات متاعي وقت اللي نحب عزل طبيعي وزيدها تجربة صوت خاصة لكن إذا كنت أقرأ حسابكم اللي السماعات الصغرونة ما تقلقش في الأذن وتنجم تعدي سوايع بها في حين فإن الكاسكا من المستحسن أنك تشري كاسكا بجودة عالية لأنه الكوسانات متاعهم يخليوك تسمع لأطول فترة وما يقلقولكش ودن إن شاء الله تكون الفيديو عجبتكم كام باك سريع وهو في المستقبل باش نرجعوا بفيديوهات تحفونا إن شاء الله تعجبكم نتقابل مرة جاية باي باي